مع قدوم فصل الشتاء البارد يلي حامل معه مواعيد الدراسة المكثفة والجدية، ولكن بهالفصل ممكن نواجه صعوبة بسبب الكسل والخمول والجلوس على السرير هربا من البرد، وبالتالي هذا الوضع بخلينا نستسلم وننام من دون دراسة. لهيك عم نقدم لكم أهم النصائح يلي بيحتاجها أغلبية الطلاب لتساعدهم على الدراسة بشكل طبيعي وفعال. أول هاي النصائح، قرر أنه بدك تدرس بكل جدية، لأنه مجرد التفكير واتخاذك للقرار بحفز العقل على هذا الأمر. خلي مكان دراستك دافي كرمال ما تبرد وتنعس، وبالتالي تفقد التركيز وحتى ما تضطر تشوف السرير، وبحجة التدفئة تنعس وتنام. لهيك ممكن تلبس ثياب مريحة ودافية. ومن المساعدات على الدراسة كمان المشروبات الساخنة يلي بتعطيك طاقة وحيوية ونشاط، مثل الشاي والقهوة أو أي مشروب ساخن. وطبعاً ما بتكمل طاولة الدراسة بدون وجود أطعمة محفزة للتركيز، ولكن خليها هالمرة تكون أطعمة صحية مثل الحبوب أو الخضروات أو الفواكه أو المكسرات. وبما أنه فترة التركيز بالدراسة صباحاً، ما في أي مشكلة لو تعرضنا لأشعة الشمس ولو ربع ساعة، لأنه فيتامين د بيمد الجسم بالطاقة والصحة وبنشط الدماغ. وطبعاً أهم النصائح كمان النقاء الذهني، يعني نحاول نشغل تفكيرنا بمواضيع إيجابية خصوصاً بفترة الساعات الدراسية، لأنه الانشغال بأمور سلبية بيقلل من قدرة العقل واستيعابه للمعلومات.